العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد أيها الأحباب، فما كان لي أن أتكلم في حضور شيخي وأستاذي فضيلة الدكتور محمد بن عبد المقصود حفظه الله تعالى، وأحتفظ بهذا الحق ألا أتكلم، ولكن أوجه رسالة سريعة عابرة إليكم بداية، وهي حمدي لله جل في علاه أنني جئت فرأيت هذا المشهد الذي يطمئن القلوب ويثلج الصدور، ثم اطمأننت زيادة لأنني وجدت المشهد في مكان نائٍ عن تعطيل حركة المرور، فإننا منذ أكثر من ساعة على بعد أقل من 500 متر من مكان انعقاد المؤتمر، فخشيت أن يكون المؤتمر هو العائق للمرور، وهذه قضية خطيرة على المسلمين أن يدركوها، أن أمانة العمل الإسلامي تستوجب أن نكون على الأدب والخلق الذي يحفظ حق العباد في الطرق وخلافه. أما الرسالة المباشرة التي أوجهها لحضراتكم فهي الدعاء لله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا، ثم أقول لكم ما قاله الله جل في علاه: قوموا لله قانتين، أي قفوا في هذه المرحلة الحرجة باستعداد تام للفداء والعطاء لدين ربكم جل في علاه. ثم رسالة إلى هذا الحزب المبارك الذي قام ونظنه ونحسبه إن شاء الله تعالى قام على حرص على العمل لتمكين دين الله وشرع الله، هذه الرسالة: اعملوا وفق ما أمر الله ووفق ما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واعلموا أن دورنا كدعاء هو الرقابة عليكم والمتابعة معكم والنصيحة لكم، فإن قمتم على ما يجب وإن قمتم على الوفاق والعمل المتناسق مع إخوانكم كنتم على الطريق، على غير ذلك سنكون أول من يقف أمامكم ويصدكم عما أنتم فيه، بل سيكون فضيلة الدكتور محمد بن عبد المقصود الشقيق الأصغر لرئيس هذا الحزب الدكتور عادل عفيفي، سيكون الدكتور محمد أول من يقف لصد ذلك، فالعمل الآن يجب قبل أي وقت وأي لمكان مضى أن يكون خالصا لله جل في علاه. ثم الرسالة الثالثة لي ولكم: إذا أردنا أن ننتفع في هذا اللقاء ونستمع إلى رسالة ومسؤولية هذا الوقت وهذه المجابهة العظيمة التي نعيشها، فلنصغي ونستمع إلى شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور محمد بن عبد المقصود، وأخلي السبيل بينكم وبينه لنستمع جميعا إلى ما يفضل الله عز وجل عليه من خير وعلم، إنه ولي ذلك ومولاه، وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الله يبارك.